من أدوات القطع أو الكاتينج يسموها التشيزل. هذه التشيزل ايش راح تكون؟ راح تكون احنا نعرف انه كل أداة قلت لكم انه هي تتكون من 3 أجزاء. هاي 3 أجزاء هي الهاندل والشانك والبليد. وطبعا احنا قلنا انه البليد جزء البليد بالنون كاتينج يسمونه النب. هاي خذناها البارحة. اليوم ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ التشيزل، راح نعرف كل جزء من العتب ايش راح يتكون. بالبداية الشانك او الساق اللي هو هذا، طبعا الهاندل الجزء اللي حيكون هنا، هذا الهاندل مش شابه بكله، بس هنا الشانك اللي هو الساق اللي حيوصل بين الهاندل هذه للبليد او الكاتينج انت شو حيكون، اما مستقيم او مايل بزاوية معينة. الساق راح تكون يا اما مستقيمة مثل هذه او تكون مائلة مثل هذا الصورة اللي جواها، تشوفون شلون تكون مائلة شوية سلايتلي انجل بيها، تطلع بيها شوية زاوية. البليد اللي هو هذا، هذا البليد ايش راح يكون؟ راح يكون مايل باتجاه واحد. يعني شو مثلا اذا كانت الساق هي ستريت، راح يكون هو همين ستريت، يعني يميل ويا ميلان الساق، فيكون الاتجاه مالته وين او الميلان مالته على اتجاه واحد. بالإضافة إلى عندي هاي الكاتينج إج اللي هي هذه الحافة القاطعة اللي راح أقطع بها. هاي الحافة إيش راح تكون؟ راح تكون عمودية على محور البليد. تشوفون إنه هو هذا لما صار عدل هي صارت عدلة ويا، فهي شو تكون؟ تكون عمودية على البليد. هذا مال شوية همين مالت ويا وهكذا. الأداة الثانية اللي يسموها الهوي، هذه الهوي تشبه التشيزل الأداة اللي قبلها حتى نفس الاستخدام، بس شنو الفرق؟ الفرق انه هذه الأداة البليد مالتها اللي هو هذا، هذا البليد ايش راح تكون؟ راح تكون الزاوية مالتها كبيرة اكبر من شنو؟ اكبر من الزاوية اللي حتكون على المحور الطولي مالت الهاندل. هسه مثلا نتخيل مو هذا الهاندل، هذا الهاندل النوب يجي هذا الساق مالته، النوب هذه هي الحافة القاطعة. هاي الحافة القاطعة ايش راح تكون؟ راح تكون الزاوية مالتها هذه هاي كلها اكبر من المحور الطولي. مثلا المحور الطولي اللي صاير على الهاندل صغير، فالزاوية هذه شو تكون؟ تكون اكبر من المحور الطولي اللي جاي ويا الهاندل. هذا الشيء راح يخليها تختلف عن